الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فمعاشر المسلمين، إن أول الفرائض وأهم الواجبات وأعظم الحقوق وأقدم المسؤوليات معرفة الله تعالى بالتوحيد، فهو أول الأمر وآخره، لأن الله تعالى لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا حتى يحقق التوحيد. وإن أحسن ما يلقى العبد به مولاه عز وجل اعتقاد صحيح وعمل صالح. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن المراد من التوحيد شيئان: توحيد علمي وتوحيد عملي. أما التوحيد العلمي فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وملخص توحيد الربوبية: إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتقدس. وأدلة هذا التوحيد في هذا الكون لا تعد ولا تحصى، في الآفاق وفي أنفسنا وذواتنا، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما توحيد الأسماء والصفات فملخصه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله تعالى، دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما النوع الثاني من التوحيد وهو التوحيد العملي، فالمراد به توحيد الألوهية أي العبادة. وعنوان هذا التوحيد: تلك الكلمة العظيمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وأرسلت بها الرسل، وأنزلت الكتب، ونصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام بها سوق الجنة والنار، وانقسمت بها الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. تلك الكلمة هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ركن الدين وأساسه، وأصل الأمر ورأسه، أفضل الحسنات وأجل القربات، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى. معشر العباد، قد ذكر أهل العلم من أهل السنة والجماعة لكلمة لا إله إلا الله سبعة شروط وردت في النصوص الشرعية. فأول الشروط: العلم المنافي للجهل، العلم بمعنى لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. والثاني: اليقين المنافي للشك. والثالث: الإخلاص المنافي للرياء. والرابع: الصدق المنافي للكذب. والخامس: القبول المنافي للرد. والسادس: الانقياد المنافي للترك. والسابع: المحبة المنافية للبغض. وباجتماع هذه الشروط يستقيم القلب ويتعلق بربه، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، واقفا عند حدوده، فلا استنصار إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا رغبة ولا رهبة ولا خوف ولا رجاء إلا بالله ومن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون، فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.